هذا الاحتجاج جاء استمرارا في الاحتجاجات التي قام بها الطلبة طوال 9 سنوات منذ سنة 2015، رفضا يعني لتهميش الملحق بهم، يعني لا توجد إقامة، لا توجد مدرسة كافية لهم. ثم بعد ذلك، بعد إلحاق قسم التربية البدنية والإنجليزية بجامعة المسيلة، تم أيضا مقترح إلحاق قسم العلوم الفيزيائية، وهذا الأمر المفروض تماما. نحن قدمنا اقتراحاتنا وقدمنا الحلول المؤقتة، وقدمنا طلبا بتسريع مشروع الإقامة الجامعية 2000 سرير ومشروع المدرسة العليا للأساتذة ب 2000 مقعد بيداغوجي. وضعنا ثقة في إدارتنا، وضعنا ثقة في المجلس الشعبي الولائي الذي قام بتحركته، ونرجو من جميع المسؤولين التحرك في هذا الخصوص. أنا أصلا قبل ما نجي لهون مسجل في السيت باللي راني هنا في 500 سرير في بوسعادة، عندنا 9 سنين وحنا نديروا في الإضراب هذا من اللي قبلنا ولا، وحنا نحوسوا على الاقامه هذه باش يبنوا لنا اقامه، وكل مره ما كانش كل مره ما كانش، ونبقاو نقراو حتى اصلا مش قرار رسمي، خلاونا حتى الليله للوقت الاخر، وقت بدل ضايع، ومن بعد يقول لك باللي راك في المسيله وراك ما ماكش في بوسعاده. احنا ما نقبلوش بهذا الشيء، احنا حابين نبقاو في بوسعاده ونقراو في بوسعاده. اتفاق على ان ننقل مؤقتا قسم الفيزياء الى جامعه المسيله هذه السنه حتى يتسنى لنا اجراء الأعباء البيداغوجية والوضعية الاجتماعية في أحسن الظروف.